مرحبا بكم. كثير من البيوت تتعرض للسرقة كل يوم، حتى أن بعض الناس يركبون كاميرات مراقبة محاولة منهم لمنع أو تقليل عمليات السرقة، ولكن يبدو أن وضع كاميرات المراقبة ليس كافيا. إليكم بعض اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة للصوص. في أول مشهد سرقة معنا اليوم، التقطته كاميرا المراقبة في السوق، وكان لهذا الشاب والذي يحاول باحترافية سرقة العجوز. لم تشعر به السيدة على الإطلاق، وظل يحاول ويحاول حتى استطاع أخذ ما يريد ودون أن تراه السيدة، ولكن الكاميرات التقطتها. إذا كنت في الهند فعليك أن تتوخى الحذر عندما ترى مجموعة من النساء يتسوقن معا. إذا أردتم معرفة السبب فقط راقبوا ما التقطته هذه الكاميرا. وفي هذه المرة سطو على شاحنة، ولكن بشكل مختلف تماما. يصعد أحد راكبي الدراجة النارية على الشاحنة من الخلف، ويظل الآخر في الدراجة ودون أن يشعر صاحب الشاحنة. من البلاد التي بها عدد سكان كبير الهند، ولذلك الطبقة الكبيرة من الهنود لا تتوفر لهم متطلبات الحياة الطبيعية. هذا سببا في كثرة عمليات السرقة. وهذا المقطع مثالا لإحدى هذه السرقات، سجلته كاميرا مراقبة في أحد محلات القماش لسيدة تسرق. هل تعرف لماذا يحذروننا دائما من ركوب المصعد مع غرباء؟ شاهد المقطع لتعرف. تابع اللص السيدة إلى المصعد وغير أزرار المصعد لأعلى وأسفل، وانتظر حتى تخرج من المصعد، وسحب الحقيبة بسرعة وأغلق المصعد. الدور الآن على مقطع أثار دهشة الكثيرين. في أحد الأسواق التجارية أخذ رجل عجوز كيسا من الدقيق وخبأه، ولكنه أعاده مرة ثانية. في بعض الأحيان نكون مضطرون لعد المال في معاملتنا اليومية. هذه السيدة أعطت المال ناقصا لمحاسب الخزينة، وعندما رجعها في الحساب تظاهرت أنها تخرج المال، ولكنها أدخلته مرة ثانية في المحفظة. هذا المقطع غريب قليلا. كان اللص يعرف جيدا أنه يتم تصويره، ومع ذلك استطاع سرقة شاشة ودون أن تلتقطه الكاميرا، ولكن لا يمكن الهروب من الكاميرا الأمامية للمحل. هذه المرأة دخلت للمحل بكل هدوء ثم جلست لتستريح، وفي حركة لحظية اشترت أحد المنتجات وخبأتها في ثيابها. وفي هذا المشهد رجل يحاول سرقة السيدات أثناء الصلاة، فما رأيكم فيما فعله هذا اللص من سرقة في بيت من بيوت الله؟ شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.